كنت معنا مباشرة من حمص. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد سيعيد النظر في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط السياسي على الرئيس بشار الأسد. ومن بين من فرض عليهم الأوروبيون عقوبات اقتصادية في سوريا، شقيق الرئيس ماهر الأسد، وهو شخصية معروفة في الحياة العامة، اتهم بالفساد وبالضلوع في قمع المتظاهرين. على عكس صور الرئيسين حافظ وبشار الأسد والتي تملأ شوارع سوريا وميادينها، فإن صور ماهر الأسد تتميز بالندرة. ماهر على اليسار في هذه الصورة العائلية هو الابن الثالث لحافظ الأسد، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو ضابط برتبة عميد في الجيش السوري. بعد دراسة الهندسة التحق بالكلية الحربية، وهو قائد الفرقة الرابعة دبابات المسمى بسرايا الدفاع سابقا. يتهمه البعض بالضلوع بشكل مباشر في تدخل دبابات الجيش في بعض المدن السورية، ولا سيما درعا وحمص، لقمع التظاهرات. ماهر الأسد هو أيضا عضو اللجنة المركزية لحزب البعث، ويعتقد أنه من المستشارين المقربين لشقيقه بشار. ازداد نفوذه بشكل ملحوظ بعد وفاة والده عام 2000، وهو يتصدر قائمة من طالتهم العقوبات الاقتصادية الأوروبية لدورهم في قمع التظاهرات الاحتجاجية.